عيادات طبية مجانية في خدماتها من الكشف الطبي ومن الجراحات الأولية البسيطة ومن الأدوية، موجهة للمنكوبين هنا في قرى قمم سلسلة جبال الأطلس في إقليم شيشاوة. هذا القسم الدراسي الذي صدعته الضربة الزلزالية تحول إلى صيدلية تقدم الدواء المجاني للمصابين الذين يأتون طلبا للعلاج من القرى الجبلية المنكوبة في إقليم شيشاوة. بعض المداشر أو الدواوير التي وصلناها أعراضها قد تكون في بعض الحالات مزمنة نظرا لهول وقوة الأضرار، بحكم أن قرية دمرت عن آخرها. وهناك كذلك في بعض الدواوير من فقد أسره وذويه، لذلك قوة الصدمة وردة فعلها كان المعاش أو المعاناة النفسية جد مرتفعة. قوة وهلع الضرر الذي أتى عن تدمير الأخضر واليابس زاد من هولة الخوف والهلع عند بعض الضحايا الذين يتميزون بهشاشة نفسية. تحاول الأطقم الطبية والتمريضية تقديم المساعدة لعشرات من المرضى الذين يأتون يوميا إلى هذا المستشفى الميداني لمؤسسة محمد الخامس للتضامن. كل الجهود منصبة على التخفيف من تداعيات هذه الفاجعة. عادل الزبيري لقناتي العربية والحدث، إقليم شيشاوة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.